فحص الرمى بيتم ازاي؟ لسه ما بيتمش. تاني مرة الاختبار مش كده؟ تلعب أي حاجة مرة تانية؟ بلعب كورة بس مش كورة. أنت شفت الاختبارات الأولانية كانت كام؟ يعني 22 طلعوا منهم. السلام عليكم. كام زحمة؟ يعني هم دول مستوى اللياقه بتاعتهم كان عالي او فيهم طفرات يعني كويس، والسن بتاعهم بيبقى ما هو في اعداد ان شاء الله باذن الله حضرته. البرنامج ده مهم وعايزين برنامج الخطر موجودين في طلعت فاطمه مش كده؟ احنا بنرجع ورا، احنا بنشجع الطلبه يلتحقوا، كلكم يبقى عندكم فرصه تلتحقوا برنامج مهم زي كده.